وبركاته. أيها الأخوة الكرام، نحن هنا بالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية بشأن فيروس كورونا. نأمل منكم الالتزام بالتباعد أيها الأخوة المجتمعون هنا بما لا يقل عن متر ونصف عن أقرب شخص لديك أيها الأخوة، لسلامتكم وصحتكم وعدم تعرضكم لهذا الفيروس. الالتزام بالتباعد، الالتزام بالتباعد، الالتزام بالتباعد بما لا يقل عن متر ونصف عن أقرب شخص لديك لسلامتك أيها الأخوة الكريم. فقد بذلت وزارة الصحة وجميع الجهات الحكومية جهود مشكورة لأجل سلامتكم، فنأمل منكم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وعند الخروج الالتزام بلبس الكمامات والقفازات والتباعد بما لا يقل عن متر ونصف عن أقرب شخص لديك. عند الشعور بأي أعراض لهذا الفيروس بارتفاع بدرجة الحرارة أو الصداع أو ضيق في التنفس، المسارعة بالاتصال على رقم وزارة الصحة المجاني 937، حيث أن الوزارة قدمت العلاج مجاني للمواطن المقيم على حد الحياة دون إحضار ما يثبت الإقامة. ونأمل منكم أيها الأخوة الكرام الالتزام بالتباعد بما لا يقل عن متر ونصف عن أقرب شخص لديك، والالتزام بأوقات التحرك لديك.